فيلمنا بيبدأ بمملكة عجيبة غير كل المماليك، وهي مملكة الموت، واللي بتعيش فيها كائنات سحرية مختلفة عن البشر زي ما احنا شايفين كده. وكانت المملكة دي غنية جدا، وبتعيش جوه المملكة جنية صغيرة جميلة بجناحات واسمها ملفينست. وجنب المملكة المور كانت هناك مملكة كبيرة من البشر، واللي كانوا بيحاولوا يدخلوها دايما، وبيكون في تجمع وتطير ملفينست وتنزل عشان تشوف في ايه. ومن ضمن التجمع ده الجنيات التلاتة دول، وبيتخانقوا هما التلاتة علشان كل واحدة تسبق التانية عشان تبلغ ملفينست باللي حصل، وتسبق الجنية الخضراء وتقول لها في بشري دخل أرض المور عند النهر. وبتطير ملفينست بسرعة وبتلاقي حارس الأرض المور واقفين عند كهف صغير مختبي فيه البشري ده، وبيقول لها إن البشري ده سرق الأحجار الكريمة. وهنا بتقول له ملفينست اخرج محدش هيأذيك، وبيطلع وبيكون ولد صغير في سنها اسمه استيفيان، وبتعرف منه إن باباه ومامته ماتوا زيها، وبيعجب بيها وبيقول لها ان ممكن يرجع علشان يشوفها مرة تانية، وبيسلم عليها. ولكن الخاتم الحديد بتاع ستيفيان بيحرق ايد ملفيستن، وبتقول له ان الحديد يحرق الجنيات، فبيقلع ستيفيان خاتمه ويرميه بعيد علشان يقدر يسلم عليها تاني بعد كده. وبتعجب ملفيستن بتصرف ستيفيان ده، وبيرجع ستيفيان من جديد ويلعب مع ملفيستن، وبتكون بينهم صداقة واللي بتتحول لحب بعد كده. وبتمر السنين وبيكبروا مع بعض، ولكن ستيفيان بتقل زيارته لأرض المور، وده لأنه انشغل بحياته دخل قصر الملك هنري. وفي يوم بتشوف ملفيستن جيش كبير من البشر في اتجاه الأرض المور، وده بسبب طمعهم في أرض المور القوية والغنية بثرواتها. وبيقف الجيش على أعتاب مملكة المور، وقبل ما يدخلوها بتظهر ملفيستن وتقول لهم محدش يقرب من أرض المور، ارجعوا مملكتكم. ولكن الملك هنري بيسخر منها والجيش كله يضحك عليها، وبيبدي الملك أمر الهجوم، وبتأمر ملفيست كائنات الظلام واللي طلعت من تحت الأرض بالهجوم، وبتهجم ملفيست على الملك وبتوقعه على حصانه وتقول له مش هتدخل مملكة المور دلوقت ولا بعدين. وبتنتصر ملفيست وجيشها وينسحب جيش مملكة البشر. وفي عصر الملك هنري واللي كان على سريره عيان جدا، بيجمع أهله كلهم ويقول لهم إن اللي هيقتل الجنية دي هيورث العرش ويتجوز بنتي، واللي بيكون واقف جنب الملك استيفيان اللي بيحب ملفيست وبيكون في عينيه طموح الوصول للعرش. وفعلا في نفس الوقت اليوم بالليل بيدخل ستيف الارض المور وينادي على ملفيست، وبتظهر وبتكون متضايقة من استيفيان، وده لانه مش بيجي ويشوفها زي الاول. وهنا بيقول لها انا جاي احذرك من الملك هنري لانه ناوي يقتلك، وبتسامحه ملفيست. وبتقعد في حضن استيفيان على طرف تلة، وبيديها زازة عصير تشرب منها، وبيكون ضيف لها منوم، واللي مجرد ما تشرب منها تروح في النوم عميق، ويحاول يقتلها بالخنجر بتاعه ولان بيحب بها فما قدرش يقتلها، وتقول فكرة انه يقطع جناحاتها ويروح للملك ويقوله ان انتقم له من الجنية وقتلها، وبيقدم جناحات ملفيست الدليل على انه قتلها، ويقرر الملك ان استيفيان خلفت في العرش وهيتجوز بنته. وتاني يوم تصحى ملفيست وهي حاسة بالألم رهيب في ظهرها وما تلاقيش جناحتها، وتصرخ بعلو صوتها على اللي حصل لها، وبتقاوم ملفيست وتقوم على رجليها من تاني وتختار عصاية عشان تساعدها. وبيغطي الحزن والظلام أرض المور اللي كانت دايما مشرقة وسعيدة. وفي يوم بتمشي ملفيست في أرض الفلاحين من البشر وفي يوم بتمشي ملفيست في أرض الفلاحين من البشر وبتلاقي غراب واقع في شبكة فلاح وبيحاول يموته، وتحوله ملفيست لرجل، واللي بيخاف الفلاح ويجري أول ما يشوف الغراب بيتحول لرجل، وبيكون اسم الغراب ده ديفيال، وبتقول له أنا أنقذت حياتك. وبيكون ديفيال مستغرب وبيقول لها أنت محتاجة مني إيه، فبتقول له إنها عايزاه يكون جناحتها وينقل لها الأخبار، وبيوافق ديفيال وبيقول لها إنه في خدمتها. وبيطير ديفيال وبيروح القلعة وبيشوف تنصيب استيفيان ملك للمملكة، وبينقل الأخبار دي لملفيست، واللي بتغضب ملفيست مجرد ما تعرف الأخبار دي. وبتستمر ملفيست بمتابعة أخبار القصر من خلال ديفيال لحد ما في يوم ينقل لها خبر ولادة طفلة للملك استيفيان والملكة، وإن هيكون في حفل تعميد كبيرة هيحضرها ناس كتير. وهنا في يوم حفل التعميد بيكون هناك ناس كتير لدرجة إن الجنيات الأقزام التلاتة بيقدموا هدية للطفلة، وبيكون الملك متردد، ولكن الملكة بتقول
أنه يسيبهم. وفجأة تهب عاصفة قوية، وده لأن ملفيس دخلت القاعة والناس بتكون خايفة منها، واللي بتكون مبتسمة وبتضحك وبتقول لهم إنها هي كمان جت تقدم هدية للطفلة، وبتعترضها الجنيات ويقول لها بعيدة عن الأميرة. وبحركة من إيد ملفيس بتطيرهم بعيد وبتقرب من الطفلة وتقول لها بتمنى لك تكوني جميلة ومحبوبة، لكن لما تكبري في عيد ميلادك الستاشر يتشكي بإبرة المغزل وبعدها تقعي في النوم ما تصحيش منه أبدا. ويتوسل الملك ليها ويقول لها ما تعمليش كده، فتقول له أنا معجبة بتوسلك ده عيده من تاني. فبيركع قدامها وبتتكسر هيبته قدام كل الحاضرين، وتكمل ملفيس باقي اللعنة وتقول الأميرة ممكن تصحي من نومها الأبدي من خلال قبلة حب صدقة وتسيب القصر وتمشي. وبيقوم الملك بلم كل عجلات المغزل ويحرقها ويدفنها في بير تحت القلعة. وفي السر بيدي استيفيان بنته للجنيات التلاتة، واللي بيتحولوا من أقزام بجناحات لبشر عاديين من غير جناحات، وبياخدوها المكان بعيد في الغابة لمدة 16 سنة ويوم واحد بس. وبيبعت استيفيان أقوى جنوده لقتل ملفيس، وفي الغابة بيكون التلات جنيات غير مناسبين لتربية الأميرة الصغيرة، وبيتبعها ملفيس تأكلها من بعيد، وفي يوم بتحميها من الوقع من فوق التلة، وده لأن الجنيات التلاتة بيتخانقوا باستمرار مع بعض. وبيكون استيفيان كل هم أنه ينتقم من ملفيس ويحاول يحرقوا جدار أغصان شوكي ظهر على حدود مملكة المور، بس بيفشلوا في كل مرة. وكبرت الأميرة أرورا، وفي يوم كانت أرور عند سور الأشواك على حدود أرض المور، وبيفتكروها جنود الجيش بابا إنها ملفيستن، وقبل ما يهجموا عليها بالسيوف بتنقذها ملفيس من خلال سحرها اللي بيخلي أرور نايمة وطير كده. وتصحى أرورا وبتلاقي نفسها في أرض المور وبتشوف الكائنات العجيبة، وبتكون سعيدة باللي شايفاه. وبتلاحظ أرور ملفيس في كل مكان ضلمة ظل ملفيس، وبتقول لها خرجي، وبتقول لها ملفيس إنها هتخافي مني. ترد أرورا بأنها مش خايفة، وبتكون أرورا سعيدة بزور ملفيس وبتشوف ديفيال ومن حماسها من جمال كل اللي بتقرب من ملفيس علشان تحضنها. ولكن ملفيس بحركة من إيدها ترجع أرور نايمة من جديد، وبتاخدها لسريرها في البيت الغابة. وبتحب ملفيس أرور وبتحاول في يوم تمنع اللعنة على أرور، وللأسف بتفشل في كسر اللعنة دي. ونرجع للملك استيفيان واللي مشغول هو ونايم وهو صاحي بالانتقام من ملفيس، واللي متأكد إنها هتظهر بعد عيد ميلاد بنته بيوم، وعشان كده قرر ينتقم منها. نرجع لأرور اللي بيكون عيد ميلادها بكرة، وبتكون شايفة نفسها كبرت وبتقرر تعيش في أرض المور. وهي في طريقها بيقابلها شاب في نفس عمرها وبيسألها عن طريق قلعة الملك استيفيان، وبيعجبوا ببعض. وهنا بتكون ملفيس بتراقبهم من بعيد، وبيقول لها ديفيال إن الشاب ده هو الحل الوحيد لكسر اللعنة، واللي بتقول له مفيش حاجة اسمها قبلة حب صدقة. وبتجري أرور وبتروح لبيت الغابة علشان تبلغ قرارها لعمتها واللي هم الجنيات التلاتة، واللي واحدة منهم بتغلط وبتقول لها احنا هنرجعك لوالدك بعد عيد ميلادك بيوم. وتنصدم أرور، وده لأن الجنيات كانوا مفاهمينها إن باباها ومامتها ماتوا. وبتعرف أرور الحقيقة كاملة وإنها بنت الملك استيفيان، وإن الجنية ملفيس لعنتها علشان هي شريرة. وبتجري أرور لأرض المور وبتشوف ملفيس وبتقول لها الكلام ده حقيقي، واللي بتقول لها وبتبكي أرور وبتهرب. وهنا بتاخد أرور الحصان وبتوصل القلعة وبتقابل باباها الملك استيفيان، واللي قابلها بعدم أهمية وبيقول لها ازاي الجنيات المجانين يجيبوكي قبل الميعاد بيوم. وبيأمر الحراس ياخدوها لأوضتها في القصر، وبتكون أرورة في أوضتها وبتحس بألم رهيب في صباع إيدها وبتحاول تخرج، لكن الباب بيكون مقفول عليها من بره. وبتكتشف أرور باب سري بيودي للبدروم اللي فيه الخدم، وتخبط أرور عليه وفي واحدة من الخدم تفتح لها وبتدخل جوه بسرعة. وبتوصل أرور لبير القلعة اللي فيه عجلات المغزل واللي كان حرقها الملك استيفيان، وبتتشكل واحدة واحدة من عجلات المغزل وكأنها ما اتحرقتش. وتقرب أرور صباعها من إبر المغزل، واللي مجرد ما تشك صباعها بتقع نايمة. وهنا بتكون الأميرة أرور على سريرها نايمة للأبد بعد ما اللعنة اتحققت. وكان الملك متعصب على الجنيات التلاتة وبيقول لها شوف اللي عملتوه. وبترد واحدة من الجنيات وتقول له في حل قبلة حب صدقة وهتصحى الأميرة من نومها، وبيقول لها مفيش وجود للحب الصادق. وبتوصل ملفيس القصر واللي بتعرف بتحقيق اللعنة، وبيكون فيه فخاخ من حديد وبتعديها ملفيس وديفيال ومعهم الشاب اللي قابل أرور في الغابة. وبتوصل لغرفة أرور وبحركة من إيديها الشاب بيصحى وبيكون مستغرب هو وصل هنا ازاي، وبيشوفوه الجنيات التلاتة واللي بيعرفوا انه امير. وبيشوف الامير أرورا وبيدور حوار بينه وبين
الجنيات الثلاثة واللي في الآخر بيرغموه إنه يبوسها، بس للأسف اللحنة متكسرتش وأرورورا بتكون لسه نايمة وبتتعصب الجنيات، وبياخدوا الأمير ده برا الأوضة وبيقفلوا الباب وراهم، وبتكون ملفست بتراقب كل اللي حصل داخل الأوضة زي ما احنا شايفين كده، وبتقف ملفست جنب أروى وهي نايمة وتقول لها وهي تبكي سامحيني أنا في وقتها كنت تايهة بين الكره والانتقام، وإنها بتحبها وإنها أخذت الباقي من قلبها، وبتبصها على جبينها وبتمشي، واللي فجأة بتصحى أرورا وتقول لها أنت رايحة فين، وبتفرح ملفست برجوع أرورا وكسر اللعنة. ونرجع للملك استيفيان واللي بيعرف إن ملفست داخل القصر وبيكون طبعا مستعد لها من سنين طويلة، وده لأنه عارف نقطة ضعفها وهي الحديد اللي بيحرق الجنيات. وهنا ملفست بتحاول تخرج من القصر هي وأرورا، وفجأة ملفست تقع في فخ اتنصب لها واللي هي شبكة من الحديد كانت متعلقة في سقف القلعة، وبتشوف أرورا ملفست وهي بتصرخ والجنود بيهجموا وبيضربوا فيها، وبحركة من ايديها بتحول تيفيال لتنين واللي بيحرق الجنود بالنار اللي طالعة من بقه، وبيحرر ملفست من شبكة الحديد وبيكسر التنين عمدان القصر. بتصرخ وتقول لها ملفست اهربي يا أرورا، وبتهرب أرورا وتطلع السلم واللي بياخدها لمكان غريب في صندوق ازاز كبير جواها أجنحة ملفست، وكانت الأجنحة بتتحرك وده لأنها حست بوجود ملفست، وبتقع أرورا الصندوق وبتخرج الجناحات في طريقها لملفست. وهنا بينجح الجنود في تلجيم التنين ومحاصرة ملفست من حديد، وقدام الملك استيفيان وفي ايده سلاسل من حديد، وبيضرب ملفست واللي بتقع على الارض وبيضربها من حديد، وفجأة جناحاتها ترجع لظهرها وتطير وتحرر التنين، لكن الملك استيفيان بيقدر يرمي واحدة من السلاسل الطويلة واللي بتربط رجلها ويحاول يوقفها، لكن ملفست بتطير وتخرج لبره القصر والملك استيفيان متعلق من ايده. وهنا على احد ابراج القصر تضرب ملفست الملك استيفيان وتقول له خلاص كل حاجة انتهت، وفجأة يحاول الملك استيفيان يقتلها ولكن ضربته تخيب ويقع من فوق البرج ويموت. وفي النهاية بترجع ملفست الارض المور وبيختفي السور الشوكي، ورجعت ارض المور لاشراقها وسعادتها من جديد، وبتكون أرورا سعيدة جدا. كده يكون انتهى فيلمنا النهارده، كتبه منتج منتصر كمال الدين، اداء وتقديم عمر عبد العزيز. سلام.